عايز اروح سريعا لمداخله مهمه جدا مع الناقد الرياضي الكبير استاذ محمد الاوسي اللي سافر ابو ظبي ووصل بسلامه الله، بنقول له الحمد لله على السلامه وعايزين يرجع لنا بالكاس ان شاء الله، ولا ايه يا استاذ اوسي؟ ان شاء الله يا امير يعود الاهلي منتصرا في كاس السوبر باذن الله. تحياتي ليك ولكل عشاق ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا استاذ اوسي، وان شاء الله رحله موفقه كده وتفرح ونفرح كلنا بفوز النادي الاهلي. عايز اتكلم معاك بخصوص اجواء ما قبل هذه المباراه، خصوصا ناقص 24 ساعه على انطلاق اللقاء. يا رب ان شاء الله. طبعا اتمنى ان هي تكون مباراه كبيره، مباراه موفقه، مباراه تليق باسم الكره المصريه بشكل عام في ظل تواجد الكبيرين الاهلي والزمالك، الزمالك المتوج قبل ايام بالسوبر الافريقي والنادي الاهلي يعني المنتشي بانتصاراته في الدوري والمنتصر في الدوري بفرق كبير وبانتصاراته الكبيره وفوزه في 15 مباراه في الدوري حتى الان. كل ده يجعل المباراه يعني حتى كل هنا بيقول يعني توقعات صعبة المباراة، يعني الفريقين يقدروا يقدموا مردود كبير جدا، يقدروا يقدموا عرض كبير جدا، يقدروا يقدموا مباراة كبيرة جدا تليق بالكرة المصرية بغض النظر عن اللي فايز. يمكن دي حساوة كبيرة جدا للنادي الأهلي ونادي الزمالك من جهتين، الجهة الأولى من الأشقاء هنا في الإمارات اللي بيوفروا كل شيء، يعني أقدر أقول لك يعني كما نقول في أمثالنا بيوفروا لبن عصفور للأهلي وللزمالك ونجاح السوبر المصري واهتمام كبير جدا بالسوبر المصري وتجهيز الملعب. يمكن النهارده كان في مؤتمرين صحفيين معمولين في قلب الملعب، ملعب محمد بن زايد في مدينه ابو عماره ابو ظبي. تمام. اهتمام كبير جدا يعني بهذا الحدث يعني بشكل غير عادي والله يا اخي. الشارع الاماراتي بالنسبه اتفضل. عايز اقول كمان بالنسبه الجول الثاني بالنسبه للمصريين، المصريين تعداد الجاليه المصريه هنا يقترب تقريبا من ربع مليون نسمه موجودين هنا في الامارات العربيه المتحده، عدد كبير جدا. ده بالنسبه لهم الاهلي والزمالك هنا عيد، حتى كلهم بيقولوا لنا احنا حاسين ان في اجواء غير عاديه في الامارات، حاسين بحاله غير طبيعيه. بيعمل لهم كده نوع من النشوه، نوع من الوطنيه، نوع من القرب من بلدهم المغتربين عنها، فرحه وسعاده كبيره، بيتهافتوا ان هم يا سلام لو طالوا صوره مع ايه لما لعب الفريقين مع المسؤولين مع الاعلاميين الفريقين الكبار. الحقيقه يعني هم يعني حاسين باستقبال غير عادي واستقبال الاهلي والزمالك اقبال كبير جدا، زي ما عرفنا ان تذاكر الاهلي كلها نفذت بعد 48 ساعه من طرحها. ده هناك جزء متبقي من التذاكر الخاصه بذلك لم ينفذ حتى الان، لكن قتال على اللي عايز ياخد تذكره. يعني الحقيقه في ناس برضه كتير جدا عايزه تاخد تذاكر ومش لاقيه، بالرغم من انه في تذاكر الزمالك ما زالت تنفذ يعني. فان شاء الله تكون اجواء جميله واجواء رائعه واجواء حماسيه وتخلي المصريين يفخروا اكثر ببلدهم وفرقهم وبانديتهم يا رب ان شاء الله باذن الله. ده اهم شيء ان المباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه، والاهم كمان بالنسبه لنا ان الاهلي يفوز باذن الله تعالى. لكن يا استاذ اوسي عايز يعني استغل تواجد حضرتك في ابو ظبي وتنقل لنا مدى الشعبيه الخاصه بالنادي الاهلي تحديدا، سواء من خلال الجاليه المصريه او من خلال الشعب الاماراتي نفسه. بص الحفاوه بالكره المصريه كلها بشكل عام كبيره جدا هنا في الامارات. الشعبيه للنادي الاهلي بالنسبه للمصريين هنا غير محدوده الحقيقه. بدليل انت مؤشر عندك التذاكر، التذاكر نفذت بتاعت الاهلي وجرت ترحال 48 ساعه. ده دليل على ان الذين يريدون الاهلي والتابعين له واتباعه وانصاره بصر هنا في الامارات بشكل غير عادي يعني. ففي شعبيه كبيره جدا للاهلي، طبعا ملك الشعبيات في مصر او خارج مصر، ده كلام كبير جدا. وايضا الزمالك له شعبيه كبيره جدا برضه موجوده في الامارات الحقيقه، يعني ليه انصار كتير جدا من الاماراتيين ومن المصريين. طبعا احنا عارفين مواجهات الزمالك، ودايما المواجهات الجميله الطريفه هنا بين الاهلاويه وبين الزمالكاويه، وهنكسبكم وهتكسبونا والحاجات الجميله دي، ولكن في اطار معلم بالادب وبالاحترام وبالقيمه وبالحب وبالتقدير. المهم ان في النهايه هي مصر تنتصر، شجع الاهلي شجع الزمالك، ولكن في النهايه حب بلدك وحب فريقك وقدم صوره محترمه تليق بيك وتليق بالاهلي وتليق بالزمالك وتليق بالكره المصريه باذن الله. استاذ اوسي تابعت مران الاهلي الاخير النهارده ولا لا؟ يعني تابعنا جزء منه زي ما قلت لك بعد المؤتمرين الصحفيين اللي اخذوا الساعه 11 11 ونص. الزمالك تدرب مباشره بعد المؤتمر الصحفي بتاعه، حضرنا ربع ساعه من المران، مران الزمالك الاولاني اللي هو مفتوح للاعلام اللي صور واللي عمل واللي اتكلم واللي خد، كذلك مران الاهلي كان فيه ربع ساعه مفتوح، بعد كده مران مغلق تماما ليس فيه الا الجهاز الفني واللاعبين، لكن يبدو الحماس كبيرا على اللاعبين والاصرار لديهم بلا حدود لتقديم مباراه كبيره. وفي يعني الجهاز الفني والجهاز الاداري قاسم بدرجه كبيره جدا
على اللاعبين، لدرجه ان انا لا اسمع شيئا تقريبا عن النادي الاهلي. الاخبار في يعني تحويض كبير على اللعيبه لاعاده الاهلي في معسكرات في المباريات الخارجيه. دايما في التزام، في الهدوء، في السكينه، في عدم يعني الخروج عن النص على الاطلاق، عدم اثاره اي مشكلات. الاهلي طبعا كان متفق على مكان اقامه وكان موجود وراح واستقر في مكان اقامته. شفنا الزمالك رغم ان هو حدد للفندق اللي هيكون فيه الا انه طلب تغيير المكان وتم نقله بالامس لفندق اخر، يعني كله في اطار مناورات ربما الله اعلم. لكن في النهايه اللي اقدر اقول لك عليه بالنسبه للاهلي حاله استقرار، حاله تركيز كبيره جدا، وحاله احترام كبيره جدا للمنافس بعد فوزه بكاس السوبر الافريقي وظهوره بمستوى كبير جدا امام الترجي في تونس. باذن الله. اخيرا توقعاتك يا استاذ اوسي. زي ما بنتوقع دايما يا امير في حلقاتنا يوم الخميس، دايما نتمنى ان يكون هذا الخميس مبهجا بالظبط للاهلي ولجماهيره، ويحرز الاهلي بطوله السوبر التي احرزها من قبل 11 مره. باذن الله. باذن الله. 11 مره الاهلي فاز بالسوبر، الزمالك فاز بيها 3 مرات بشكل عام، الاهلي التقى مع الزمالك 6 مرات في السوبر، فاز بخمسه والزمالك فاز بواحده. الكل ينتظر السداسيه في مواجهه الزمالك، ولسه السوبر ان شاء الله تكتمل غدا بفوز الاهلي بالسوبر باذن الله. وننتظر عرض كبير جدا من الفريقين باذن الله، وعرض اخلاقي وعرض كروي وعرض اكيد اكيد يسعد كل جمهور مصر سواء اللي هنا اللي في الامارات او في جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله باذن الله. استاذ اوسي مستنيينك ترجع لنا بالكاس ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد الاوسي، كان معانا على الهاتف من ابو ظبي وطمنا بشكل اكبر على الاجواء ما قبل مباراه الاهلي.